أنا هون عايشة بالنرويج معي 6 أولاد، فهون عنا بالمدارس بياخذوا مادة اسمها مادة الديانات وليس الديانة، فمنها الديانة اليهودية والمسيحية والبوذية والإلحاد، إنه إلى أي حد مدى بقدر أنا إني إنه ما أخلي أولادي يدور في مخهم إنه قليل من الديانة اليهودية أو المسيحية، إنه في يعني شوي إنه صح عندهم إنه يتحولوا من الديانة الإسلامية إلى الديانة أي ديانة كانت يعني. في أعيادهم يساقوا كل الطلاب عنا بالمدرسة إلى الكنيسة. عندنا حنا موجة من التنطع، وأنا كنت أتبناها لأني كنت متنطع حتى أداني الله. لو درمان قال لي برمضان كل عام وأنت بخير صار مؤمن؟ لا أكيد يبقى مسيحي. لماذا هو يبقى مسيحي؟ لأنه هنأني، وأنا إذا هنأت أصبح كافر. جاوبيني. ليه هو زين؟ هو هنأني، هو ما بيعترف برمضان ولا بالعيد، بس قال لي كل عام وأنت بخير، سنة جديدة وسعيدة يا وسيم، هو أصبح مسلم؟ لا أكيد. طب ليه أنا لما أقول والله ميري كريسماس يا وإن شاء الله عيد سعيد السنة الجديدة وكذا، لماذا أنت يكفرونني؟ ليه؟ لماذا يعني بعضهم نشر كلمة والله التهنئة للنصارى في أعيادهم أشد من السحر وقتل النفس وشرب الخمر والزنا. هذه اسمها ما أريد أقولها، بس اللي يتبنى هذه الفتوى عنده اللي يزني ويقتل نفسه والسحر ويشرب خمر أهون من يهنئ. تخلف. فسيدتي أنت عايشة في بلادهم وأمنوك. أنت من أي دولة أنت عدم مؤاخذة؟ أنا من سوريا. أنت عايشة في بلادهم وأمنوك وخرجت من حرب واستضافوك، ثم بعد ذلك تريدين هذا التمييز الديني بينك وبين عيالك؟ حاف رب عيالك على الدين وخليهم يندمجون في كل طوائف الدين. أنت أتيت يوم استقبلوك، تخيل أنا في دولة الإمارات حصل دولة مسيحية، أنا الدولة المسيحية أصبحت حروب وجاءوا عندي كلاجئين، ثم لما أقول لهم تعالوا زوروا مدرسة كمدرسة أقول لهم تعالوا نزور جامع الشيخ زايد يبقى الطلاب المسيحيين جالسين، ليه؟ حرام ندخل مسجدكم. ارجع محل ما أتيت، ارجع من محل ما أتيت. فسيدتي من كرم الضيافة الإحسان ولو خلقا وأخلاقا إليهم. أنت لما تذهبين للكنيسة ما بتكفرين ترى، ما بتطلعين على الملة، يوم تهنيهم أنت ما بتخرج عن الإسلام. عمر دخل كنيسة، المسيحيين صلوا أمام محمد عليه الصلاة والسلام. لا أنا بذهب إليه وأقول كل عام وأنتم بخير وسنة طيبة، وأنا على دين محمد وسنة طيبة، وهو برمضان يأتي يقول كل عام وأنت بخير يا وسيم وأنا على دين عيسى، وأنا تعايش إسلام أحل لي أتزوج من حريمهم، ما أهنيهم؟ زين أنا متزوج مسيحية ودخل عليها العيد، ما أقول لها كل عام وأنت بخير حبيبتي ولا بكفر؟ إيه التخلف هذا صراحة، شيء متخلف في هذا. فأنت أختي عايشة في بلادهم وماكلة من خيرهم ومأمنين عيالك ويدرسون عيالك، ثم تريدين تمنع عيالك يذهبون للكنيسة يهنؤهم؟ يعني عادي إذا ما في أي مشكلة، إذا ما في أي مشكلة رب عيالك على الدين واجعليهم يخالطون كل الأديان. أختي اتقوا الله، اعكسوا أختي اعكسوا أجمل صورة عن المسلمين. حنا دمرنا بلادنا بسبب الطائفية، ترى سوريا ما دمرت بسبب فلان وفلان، سوريا لماذا تدمرت أختي؟ لماذا تدمرت؟ دمرت بتفكير بالطائفية دمرت سوريا، بالطائفية أحرقت. فلا تزرعوا الطائفية في النرويج، لا تزرعونها، عيشوا مثل ما عايشين. أنت لك مسجدك ومحرابك، وهم لهم كنائسهم وصلبانهم، ما يخصنا. السلام عليكم وعليكم السلام، أنت صديقي وحبيبي وشريكي في الوطن، ولي مسجدي ولك الكنيسة. متى سنصل لهذه المرحلة؟ متى سنصل لمرحلة الوطن للجميع وكل إنسان على دينه فليعبد ما شاء؟ حنا حرقنا سوريا باسم الدين والطائفيات، ثم نذهب لبلاد الغرب نريد أن نكون لاجئين، وفروا لنا تعليم وصحة وبيت وأمان ومعاش، ثم عيالنا لا ما يصيرون. ليه؟ لأنهم كفار. كفار، إحنا كفار، إحنا دمرنا بلادنا. ليس فقط الكفر هو من الدين، الكفر أن تكفر بالنعمة. إحنا دمرنا أوطاننا وحرقنا أوطاننا، إحنا قتلنا بعض، إحنا يا أختي قتلنا بعض باسم الرب، حنا قتلنا بعض. داعش نحرت مسلمين، نحرنا بعض، حنا دمرنا مساجد بعض، حنا لعنا بعض، حنا كفرنا بعض، حنا حرقنا معاذ كساسبة أمام الناس، حنا أغرقنا الناس في البحر وهم أحياء، حنا نعم باسم الرب صنعنا هذا.
ثم نريد أن نذهب. ما حكم زيارة الكنيسة؟ وطنهم آمن، نحن من جئنا إليهم، فنحيا بشروطهم، نحيا بشروطهم. علمت اختي؟ فأولادك خايفة عليهم، ربيهم في البيت، علميهم على التعايش. ما تقول لابنك ترى الكنيسة كذا وها وحاس، لا، هذا أخوك. أنا أخي المسيحي أيا كان جنسيته، أخي، أخي المسلم، أخي اليهودي، طالما لا يعتدي ليرفع علي السلاح، حتى لو مسلم سأرفع علي السلاح، المهم أحمي نفسي، أحمي وطني. علمت اختي؟ فأما الباقي كل من يسالم فهو أخي، مهما كان دينه، كل من يسالم فهو أخي، أخي شئت أم أبيت.